بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في جوله جديده من جولات استوديو الابطال. النهارده ان شاء الله هننقل لحضراتكم على الهواء مباشره في تمام الساعه 8 باذن الله مباراه كره السله في نهائي بطوله القاهره موسم 2022 ما بين الاهلي وهليوبوليس. بفكر حضراتكم احنا حامل لقب هذه البطوله العام الماضي، والبطوله اتعملت على شكل دوره مجمعه. النهارده اليوم الختامي، في حاله فوز النادي الاهلي سيتوج بالبطوله، في حاله لا قدر الله النادي الاهلي لم يوفق اليوم هنروح او هنتجه على مباراه فاصله. قبل طبعا ما نروح للمباراه وتحليلها الفني من كل الجوانب، بحب ارحب بضيوفي المنورين بالاستوديو. برحب بالاول بكابتن محمد السلعاوي، نجم نجوم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق وعضو لجنه انتقاء المواهب الحالي في النادي الاهلي. اهلا بك يا كابتن محمد. اهلا بك كابتن هيثم، وفرصه سعيده اللي احنا في بدايه موسم ان شاء الله، ربنا يجعله موسم خير ان شاء الله. ان شاء الله. بنرحب بكابتن اسلام علي، نجم نجوم النادي الاهلي ومنتخب مصر ورفيق الملاعب، وايضا مدير فني ومدرب فريق 16 سنه للناشئات. اهلا بك يا كابتن اسلام. اهلا بك يا كابتن هيثم، اخبارك ايه؟ زي الفل ان شاء الله. نكسب النهارده اكيد اكيد ان شاء الله. كابتن سلعاوي، يمكن نظره على البطوله، يعني الفرقه اللي كانت مشاركه ايه، الماتشات اللي فاتت عملنا فيها ايه، يعني عايزين ندخل الساده المشاهدين في اجواء البطوله ونعرفهم او نوضح لحضراتهم المباراة أهميتها إيه النهاردة لكل الفريق. اتفضل يا كابتن. الدورة دي دورة بتقام كل سنة، والحمد لله النادي الأهلي بطل لهذه الدورة بصفة مستمرة. في ست فرق وصلوا للنهائيات، هم الأهلي والجزيرة ومصر للتأمين وهليوبوليس والشمس والزهور. نعم. دول الست فرق اللي وصلوا للنهائيات. النادي الأهلي لعب 5 مباريات لغاية النهاردة، 4 مباريات، حصل على 8 نقاط، العلامة الكاملة في جميع مبارياته، لاعب الجزيرة ومصر التأمين ولاعب الشمس والزهور. نعم. يعني النهاردة طب هليوبوليس عمل ايه؟ هل هليوبوليس فاز بكل مبارياته أيضا ولا تلقى هزيمة في أحد؟ هليوبوليس تلقى هزيمة أو هزيمتين، تلقى هزيمة من الجزيرة ومن التأمين. نعم. فكده طيب هو هيبقى ده كده هو خرج بره المنافسه. منافسه كده احنا يعني المباراه الفاصله مش تبقى مع هليوبوليس، المباراه تبقى مع نادي الجزيره. نادي الجزيره لان هو اللي تحتيك على طول ببونت. يعني في حاله تلقينا الخساره النهارده مش هيكون لا قدر الله طبعا، هنتساوى مع نادي الجزيره وهنروح ان شاء الله. ما فيش خساره باذن الله، انا عندي احساس وان ان شاء الله احنا هنكسب الدوره دي. لان فرقه الاهلي فرقه كويسه وفرقه مستعده جيدا، وهنتكلم لاحقا في الفرقه يعني وتشكيلاتها. لكن البطوله بصفه عامه بطوله جيده، بطوله تنشيطيه في بدايه الموسم، بتيجي بعد الدوري المرتبط، وان شاء الله تبقى ثاني بطوله تخش لها بالنادي الاهلي. بفكر الساده المشاهدين المباراه تنطلق في تمام الساعه 8، وقد تتاخر قليلا لان المباراه اللي قبلينا الحقيقه اتاخرت، كان في مباريات قبل مباراتنا فالمباراه عملت كلها شيفتنج، فممكن تتاخر المباراه ربع ساعه او تلت ساعه. اكيد هيكون معانا مراسلنا من ارض الملعب او مراسلينا من ارض الملعب هيقولنا الوضع ايه بالظبط، وهتعرفوا ان شاء الله بالظبط ممكن تقام المباراه او تتاخر قد ايه. اروح لكابتن اسلام علي، كابتن شايف النهارده المباراه ازاي واهميتها لكلا الفريق؟ المباراة إن شاء الله بإذن الله كلنا متوقعين تبقى بإذن الله من جانب واحد، جانب النادي الأهلي. إن شاء الله متوقعين يعني مفيش مجال للخسارة. فرقة النادي الأهلي عاملة السنة دي بداية رائعة من موسم، بداية من دوري مرتبط مأدية بشكل كويس. عدد اللعيبة اللي واقفين على رجليهم تقريبا السكواد كله، زائد المتصاعدين، إحنا عندنا طبعا متصاعدين لعيبة كتير كويسين. أنا عندي فرقة 16 سنة اللي أنا ماسكها فيهم حوالي 4 أو 5 كانوا بيحضروا التدريبات باستمرار مع كابتن طارق خيري، مهتم جدا بالتدعيم. ممكن يكونش ليهم نصيب ان هم شاركوا في ماتشات، ولكن ان هم يحضروا التمارين مع اللعيبه دي بالخبرات دي، خبرات بياخدوها اولاد صغيرين 14 سنه و15 سنه، اولاد صغيرين من الفرقه الاكبر مني 18 سنه، في بنات بشوفهم باستمرار بيتمرنوا مع فريق الدرجه الاولى، زي مش عايز اذكر اسامي لان هم كذا كذا لعيبه، ولاعيبه كويسين ويستحقوا ان هم يتمرنوا. ممكن ما يكونش ليهم حظ ان هم شاركوا في ماتشات، بتهيألي استثناء بس ممكن لوجي عمرو اللي شاركت في مباراه من بطوله المنطقه، ودي خبرات بياخدوها. طب يا كابتن اسلام، بس نوضح للساده المشاهدين، الجزيره فاز على الزهور المباراه اللي كانت قبلينا على طول بنتيجه 83-51، المباراه لسه خلصانه حالا، يعني احنا بنتكلم ان شاء الله ممكن المباراه بتاعتنا تتاخر 10 دقائق يعني على الاكثر، يعني هو اهم الشمس والتأمين. الشمس لا احنا ماشي، بس هو خلاص الشمس كسب. يعني وهي على فكره الشمس كانت على المركز الثالث. كانت على المركز الثالث، يعني ما تهمناش قوي كالنادي الاهلي، ولكن تهمناش تهم الترتيب بالظبط. تمام. يعني كده في 3 فرق هيتساووا في المركز الثالث كنقط. كنقط. معرفش بقى. لكن سكور افريج هيرجح كفه التأمين.
تمام، يبقى كده ان شاء الله المباراه يعني باذن الله هتتاخر عن الساعه 8 ممكن 10 دقائق ربع ساعه بالاكثر، لان المباراه انتهت لابنين الجزيره والظهور بفوز نادي الجزيره 83-51. بتهيألي يا كابتن الاسلام مجموعه باستثناء الاهلي المجموعه كلها متقاربه في المستوى، يعني ما عدا النادي الاهلي، النادي الاهلي يمكن فريق كامل متكامل سكواد كويس يعني طالع من مكسب بطوله ال خلي بالك دي طبيعه اللعبه بشكل عام والسيدات بشكل خاص، ان 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 النهارده الجزيره الثاني او الشمس الثالث الظهور السادس، ممكن الظهور تلاقيه كمان ماتشين في الدوري السادس او الرابع او الخامس او الثالث. حاله البنات عموما في الباسكت مش زي الاولاد، يعني غير مستقره تماما، وانا على فكره بعاني من المشكله دي في فرقتي برضو، رغم ان فرقتي فرقه كويسه واقفه على رجليها، انما البنات عموما في اللعبه تذبذب المستوى بشكل كبير وملحوظ حتى المباراه في نفس المباراه. ده لسه كنت هقول لك مش من يوم ليوم، ده من جوه اليوم في نفس الجيم بتلاقي تذبذب غير طبيعي في المستوى. ودي صعوبه المنافسه في السيدات بشكل عام يعني. الحمد لله دي عن تجربه، لان انت السنه دي اول مره تمرن في قطاع وملاحظها وملاحظها جامد. بالظبط بالظبط، لكن الحمد لله في فرق في غياب كبيره ما بين فرقه الاهلي وبقيه الخمس فرق مع احترامنا للباقي، وده نتيجة للتدعيمات ونتيجة شغل كابتن طارق خيري باين الفرق، زائد المحترفة اللي موجودة مع النادي الأهلي. يعني في ناس نوعا ما بتشكك شوية في المحترفة أو بتقول مش على قدر المستوى، أنا مختلف تماما معاهم. طب خلينا نتكلم بالتفصيل، بس بعتذر لك لازم أطلع فاصل. أعزائي المشاهدين نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا وتغطياتنا المستمرة نهائي بطولة القاهرة للسيدات الأهلي وهليوبلس، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. يمكن اجي لك كابتن سلعاوي، حضرتك اكيد منسق للفرقه بحكم نادين، يعني بنت حضرتك نجمه الفريق، يعني بيبقى في كلام بينك وبينها كل يوم، بتعرف اخبار الفريق بشكل يعني عن قرب. الاصابات اخبارها ايه؟ هل في اصابات؟ الدنيا ماشيه ازاي؟ طبعا لغايه ما نعرف الوضع بالظبط من ارض الملعب، هل في اصابات؟ هل في غيابات من وجهه نظر حضرتك او من معرفه حضرتك؟ لا انا من معرفتي عارف ان في تقريبا كان في رنيم اتخبطت في ظهرها في ماتش الظهور تقريبا، خبطه يعني بسيطه شويه بس كدمه بسيطه، واعرف ان هاله عندها التهاب في وتر اكيلس بس خفيف برضو، يعني كل الاصابات دي خفيفه، والدكتوره ياسمين بتعمل العلاج الطبيعي اللازم ليهم يعني. ولكن الفرقه اعتقد ان الفرقه السنه دي فيها مجموعه من اللعيبه ما جاتش قبل كده في تيم النادي الاهلي، صحيح، والتناغم والروح كمان، زائد الحاله اللي عاملها طارق خيري في الفرقه حاله برضو ما كانتش موجوده، صحيح، يعني البنات بيحبوا بعض، بيحبوا المدرب، بيحبوا يعني كل حاجه متوفره، الروح قويه جدا وبانت في بعض مباراه المرتبط، نعم، يعني احنا ما كانش في فرصه ان احنا نحلل مباراه المرتبط، بس بانت في مباراه المرتبط دفاعهم عن الفانيلا والنادي ولعبهم بالحماس ده يعني راي حضرتك ان السر في تغير او تحول شكل الفريق في موسم كامل هي الروح، الروح زائد الاداره طبعا. سواء مجلس اداره وفرت كل شيء، وفرت كل شيء، كل دعم مطلوب، كابتن مهندس خالد العواضي مدير النشاط اكبر داعم للالعاب الصالات، وبصراحه مجهوده باين، متواجد في الملاعب بصفه مستمره، طارق خيري انا بقول لك عامل نفس الحاله اللي كان عاملها لما كان ماسك الرجال. لما كسبنا بطوله افريقيا وكسبنا كذا يعني كذا دوري وكذا، ففي حاله حب وتناغم وبره وجوه، مش بره الملعب برضه، يعني بره الملعب وجوه الملعب بصراحه. كابتن اسلام يمكن بحكم خبرتك انت يعني دربت فريق الاول كمدرب مع كابتن طارق خيري في نفس الجهاز، وبعد كده يعني تنقلت في فرق معاه في بطوله افريقيا بالظبط في 2016. السؤال هنا انت بتقول لي انه تدريب السيدات او الناشئات مختلف، ان في تذبذب في المستوى حتى في الجيم الواحد، طب ممكن المدرب ده يتغلب على كده ازاي؟ ما دي هتبقى برضو ازمه، وازمه مش عندنا احنا بس، ازمه على كل القطاع وكل النشاط بشكل عام. شايف المدرب ممكن يعني يتغلب على تذبذب المستوى؟ يبقى عنده حلول، يبقى عنده حلول كتيره مختلف عن الولاد، يعني يعني انا النهارده ممكن اتفاجئ مش 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 النهارده عن امبارح، لا جوه النهارده نفسه جوه اليوم ممكن الاقي لعيبه مهمه عندي. حلول زي ايه؟ بدايل سواء لعيبه او في طرق اللعب نفسها. ودي على فكره يعني على قد ما هي بتبقى مهمه ومفيده، على قد ما هي بتبقى خطر جدا بالنسبه للسن الصغير. لان السن الصغير هو ما عندوش اصلا خبرات، وما عندوش ثبات انفعالي، ما عندوش
وبالذات يعني الفرقه اللي انا ماسكها دي، رغم ان هي ان شاء الله السنه دي فرقه واقفه على رجليها وكسبنا الحمد لله الدوري المرتبط وبننافس دلوقتي على بطوله المنطقه والجمهوريه ان شاء الله، انما ما كسبوش كتير قبل كده. الجيل ده ودي نقطه مهمه، دي نقطه مهمه. انا يعني جنب الشغل بتاعي اللي هو الباسكت او الفني لازم اشتغل معاهم كمان نفسي، او لازم اجهزهم واديهم شخصيه البطل. ودي من الصعوبات برضو اللي انا بواجهها. النهارده بنلعب مثلا ماتش وكسبنا مثلا فرق 5 بونت، فرحانين مبسوطين مروحين، لا ده مش ده اللي احنا عايزينه. انا عايزك النهارده لما تبقي مثلا كسبانه فرق 10 بونت مروحه زعلانه. بس ده على قطاع الناشئات، انما انا بتكلم على الدرجه الاولى كمان يا كابتن، خاصه النهارده انت عندك زي ما قال كابتن سلاوي سكواد كبير وسكواد يعني قوي، يمكن ناشئات التذبذب ده واضح، ولكن في الدرجه الاولى بيتهيألي التذبذب ده مش هتلاقيه، لان خلاص بقوا لعيبه اقل شويه اقل شويه لكن موجود. ده نتيجه خبرات طبعا، خبرات بالظبط. يعني انت النهارده بتتكلم في النادي الاهلي، عندك نادين، عندك ثريا، عندك رنيم الجداوي، مرال اشرف، شعراوي، شعراوي عندك يعني مش عايز انسى حد طبعا، دينا، عمرو، كل اللاعبات دول اكيد خبرات. فريده وائل، فريده وائل، انا مش عايز يعني مش عايز انسى حد، واحنا نستعرض كمان التشكيل كله. بس هنا مروان نبيل برضو من اللاعبات اللي برضو ليها خبرات طبعا، ليها خبرات طبعا، خبرات طويله كمان. طب شايف يا كابتن اسلام النهارده البطوله يعني مهمه لاستكمال الانتصار في المرتبط، وانت اكيد داخل او انت بتلعب في السوبر دلوقتي، فبطوله زي دي ممكن تدي لك برضو فرصه كجهاز فني تقدر تجرب اللاعبات، تقدر تخش بتصور عام قبل ما تخش على المفرمه بتاعه السوبر؟ طبعا، لان من اهم نقط في اهميه البطوله دي ان انت حامل لقب. دايما 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 الفرق اللي بتلاعب بطل البطوله بيبقى هدفها حتى لو مش تكسب البطوله انها تكسب حامل البطوله، فدي صعوبه من ضمن الصعوبات. الحاجه الثانيه ان انت السنه دي انت عندك هدف بطوله المنطقه، قبلها المرتبط لسه خلصان بس وراها دوري السوبر على طول، ما ينفعش اخش دوري السوبر وانا خسران بطوله المنطقه. ان شاء الله ما فيش خساره، احنا لحد دلوقتي ماشيين بشكل كويس، حتى لو لا قدر الله خسرنا من هليوبلس، اللي هي مع احترامنا الكامل لفريق هليوبلس مش المفروض ان احنا نخسر، انما هنلعب مباراه فاصله مع الجزيره وان شاء الله برضه هنكسبها باذن الله. كابتن اسلام استاذنك، خليها طب نروح لارض الملعب ولمراسلنا محمد توفيق ومريم سميح عشان نعرف منهم الاجواء والتسخين والورم اب، ونعرف منهم بالتحديد ممكن المباراه تنطلق امتى. اتفضل يا محمد. مساء الخير كابتن هيثم، تحيات لحضرتك ولكل جماهير النادي الاهلي في كل مكان، وضيفك الكرام بالطبع نجوم مصر والنادي الاهلي كابتن محمد السلعاوي وكابتن اسلام علي. ومن هنا من صاله 4 باستاد القاهره برحب في البدايه بزميلتي مريم سميح. برحب بيك يا مريم، وان شاء الله النهارده يكون يوم خير وانتصار للنادي الاهلي ونهائي بطوله منطقه القاهره الممتاز الف سيدات لموسم الرياضه 2022 2023. المباراة أصدرت أهمية بشكل كبير جدا يا كابتن هيثم، يمكن النادي الأهلي حقق الفوز في الأربع مرات الماضية، ولكن بعد انتهاء مباراة الجزيرة والظهور اللي انتهت منذ دقائق قليلة وفوز الجزيرة 83-51 بقى لزاما على النادي الأهلي تحقيق الفوز النهاردة عشان يحصد العلامة الكاملة وبقى 10 نقاط، خاصة بعد وصول الجزيرة ورصدها ل 9 نقاط. لا قدر الله في حالة أي حاجة غير الفوز هيبقى في مباراة فاصلة، ده إن شاء الله ما نتمناهوش، وإن شاء الله النادي الأهلي يحقق نتيجة إيجابية النهاردة ويفوز ويحصد بطولة القاهرة كثاني بطولات الموسم بعد بطولة الدوري المرتبط. مريم، أكيد الأهلي استعد بشكل أكثر من رائع خلال هذه البطولة وكمان المباراة النهاردة، كلمينا بقى عن استعداد الأهلي والفرقة النهاردة. برحب بيك طبعا يا توفيق في البداية، برحب بيك كابتن هيثم، ورحب طبعا بضيوفك الأعزاء كابتن إسلام علي كابتن محمد سلعاوي. طبعا يعني أكيد شايفين أجواء مختلفة جدا داخل صالة 4 باستاد القاهرة. الحقيقة إن في عدد من الجماهير كمان جم علشان يساندوا فريقهم إن شاء الله ليحقق البطولة وتبقى تاني البطولات طبعا عقب التتويج بدوري المرتبط. طبعا يعني يمكن أقل من شهر أو شهر تحديدا إلا يوم هي اللي كانت بتفصلنا عن التتويج ما بين دوري المرتبط ما بين بطولة منطقة القاهرة. إن شاء الله نحسم البطولة التانية النهاردة. الحقيقة طبعا بعد بطولة دوري المرتبط بعد التتويج، الحقيقة إن كان في يمكن راحة لمدة 5 أيام فقط، طبعا زي ما اتكلمت مع كابتن طارق خيري المدير الفني لسيدات سلة الأهلي، كان في راحة فقط 5 أيام ثم عادوا بعد كده للتمرين، وطبعا أكيد كان في يعني مباريات هامة بعد هذه التمرينات. الحقيقة كانت البداية طبعا بالدور التمهيدي لبطولة منطقة القاهرة خلال الفترة الماضية، كان طبعا مع مدينة نصر والزهور ومصر للتأمين، ثم طبعا الدور النهائي واللي النهاردة آخر مباراة فيه الحقيقة أمام أكيد طبعا يعني النهاردة إن شاء الله نحسم البطولة.
طبعا يعني كان في مراجعات انديفيدوال للفريق، والحقيقه ان كابتن طارق خيري النهارده ان هو داخل يعني بمعنويات عاليه للبطوله وهذه المباراه تحديدا امام هليوبلس. والحقيقه ان هو يعني يمكن بس زي ما احنا شايفين عمليات الاحماء من خلفنا، يمكن الحقيقه ان في 12 طبعا يعني لاعيبه هيكونوا موجودين، ولكن الحقيقه ان هو خلى كان في يعني اصابتين طبعا لرنيم الجداوي والهاله شعراوي. الحقيقه ان هي دي كانت الاصابات الموجوده في الفريق، ولكن على حسب عمليات الاحماء هيكون ليه القرار الاخير في مشاركه يعني اللاعبتين الاخرتين. وزي طبعا ما النادي الاهلي بيبقى ليه تحضيرات خاصه، اكيد طبعا ان هو كان معاه طبعا 5 لاعبات او 4 لاعبات تحديدا شاركوا مع المنتخب في بطوله افريقيا 3 على 3، وهم كانوا نادين السلعاوي وثريا محمد، هاله كمان الشعراوي ورنيم الجداوي. الحقيقه ان هم برضو عقب عودتهم او يعني الحقيقه ان هم انضموا او عقب انتهاء البطوله في 4 ديسمبر رجعوا بشكل طبيعي انضموا ل النادي الاهلي. وهو طبعا كابتن طارق شايف ان هو كان هذا الاجهاد كبير وان هم طالعين باجهاد كبير، وهو ده القلق الوحيد، ولكن الحمد لله هو مطمئن ان شاء الله عشان نحسم المباراه النهارده والبطوله بشكل كامل بكامل امام هليوبلس. الحقيقه طبعا كمان يعني ان كابتن طارق خيري اعد اعداد قوي جدا لهذه البطوله، خاصه في دور النهائي، خاصه بعد طبعا ما فوزنا على نادي الشمس والزهور والجزيره واخيرا امبارح مصر التامين. هو طبعا الاجهاد كان بالنسبه له لان كان يمكن 4 ماتشات في 4 ايام، كان في بس راحه يوم واحد فقط، هو ده كان الاجهاد الكبير بالنسبه له. لكن ان شاء الله نقدر يا محمد النهارده ان احنا نحسم البطوله على حساب هليوبلس باذن الله. مريم يمكن كمان كابتن هيثم جمعنا حوار مع كابتن ايهاب الالف المدير الفني لهليوبلس قبل المباراه، قلت له انا شايف المباراه ازاي، قال لي طبعا الفروق الفنيه كبيره جدا ما بيننا وما بين النادي الاهلي، كل اللي بنتمناه بس النهارده ان احنا نقدم مباراه كبيره قدام النادي الاهلي. احنا كده كده في المركز الخامس، سواء حققنا الفوز او من عدمه النهارده، ولكن كل همنا احنا نظهر بشكل جيد النهارده امام النادي الاهلي. البطوله كمان كانت فرصه كبيره جدا قدام كابتن طارق خيري انه يشرك ال 14 لاعيبه بشكل جامد خلال البطوله، خاصه ان دي البروفه الاخيره كابتن هيثم قبل انطلاق مباراه السوبر باذن الله امام سبورتنج يوم 24 ديسمبر الجاري على صاله الدكتور حسن مصطفى باذن الله. كل الاجواء هنا رائعه، جمهور النادي الاهلي كمان حابب احييه اللي يعني في كل اجواء او ارجاء الوطن العربي كان موجود ورا فرق النادي الاهلي، خاصه السله موجود كمان النهارده في صاله بعد صاله القاهره، يمكن العدد قليل جدا ولكن صوتهم يمكن يعني زي ما بقول لحضرتك بيرج الصاله كعدد جمهور النادي الاهلي، الجمهور الواحد منه ب 1000 في اي جمهور تاني. نتمنى ان شاء الله النهارده ان هم يروحوا مبسوطين ويبقى يوم من ايام السعاده في تاريخ النادي الاهلي. واخر حاجه يعني اشاده كامله من الست فرق الموجودين يعني موجودين في البطوله بمنطقه القاهره وتنظيمها للبطوله، ان شاء الله تكلل البطوله بنجاح النادي الاهلي وحصد لقب جديد يا مريم والثاني في الموسم، وان شاء الله مزيد من الالقاب خلال هذا الموسم والمواسم القادمه. كل التوفيق للنادي الاهلي وابقى دايما النادي الاهلي في المقدمه. كان دي كابتن هيثم، اتفضل. محمد توفيق ومريم سميح بشكركم شكرا جزيلا، وكالعاده يعني بتنقلوا لنا الاجواء يعني بتدونا يعني وصف تفصيلي لكل شيء. ارجع لضيوف الاستوديو يا كابتن سلعاوي، يمكن من خلال نقل الصوره وشفنا في الورم اب اكيد في تصور كده بتهيألي ال 12 ممكن يكونوا مين؟ اعتقد يعني جنى الالفي ورانا نبيل وميرال ونادين وسوريا ودينا عمرو وفريده وائل ورنيم الجداوي ونهى شتا والامريكيه طبعا جيمي وحبيبه. اعتقد لسه هاله وموقفها شايفينها بتسخن يعني بتسخن كويس. هو لا شكل هاله شعرها طلع يعني الشكل اللي هي يعني بتسخن بيه، لا يعني ان شاء الله سليمه صح التشكيل كده يا كابتن يعني بحكم ان احنا في الباك جراوند كنا شايفين تشكيل يعني يمكن لسه بس مختلفين شويه ما بين رنا نبيل وهاله وندى نافع لان هم تلاته بيتسخنوا. لا ندى ما اعتقدش بره لان ندى عندها اصابه في ركبتها، نسيت اقول لك. طيب يبقى ندى كده بره. ندى بره يبقى هاله هتلعب. يبقى هاله هتلعب. يبقى كده احنا يبقى كده هو الاصابه بتاعت هاله خفيفه. هو ممكن بيتسخن كويس ما شاء الله. هو ممكن كابتن طارق مثلا ما يبداش بيها او ما ينزلهاش في الملعب غير لما يلاقي الدنيا مرتاحه، ملعب ما محتاجهاش خالص ممكن ما ينزلهاش يحافظ عليها. بس هو في قلق ان الهليوبلس يعني بيلعب بدون ضغوط فممكن يؤدي مباراه كويسه. بس استاذن حضراتكم خليت على فاصل اعزائي المشاهدين ونرجع بعد الفاصل نكمل تغطياتنا المستمره. الاهلي وهليوبلس في نهائي بطوله القاهره سيدات موسم 2022، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، ويمكن بفكر حضراتكم بالبطوله كانت عباره عن دوره مجمعه واحده واتلعبت على استاد القاهره استاد رقم 4. كانت الفرقه المشاركه الاهلي والجزيره ومصر التامين وهليوبلس والشمس والزهور. النادي الاهلي فاز بكل لقاءاته، يمكن بس الجزيره تلقى هزيمه واحده
من النادي الاهلي. فالمباراه النهارده مهمه للنادي الاهلي، في حاله فوز النادي الاهلي هيحسم كل شيء، هيبقى هو اول والجزيره ثاني، وغالبا هيكون الشمس ثالث. لو في حاله لا قدر الله النادي الاهلي تلقى هزيمه اليوم، هنلعب مباراه فاصله غالبا هتكون بكره ان شاء الله. وخلاص كده التشكيل بالنسبه للنادي الاهلي ونادي هليوبلس، يعني خلاص بقى معانا ال 12 لاعيبه اللي هيلعبوا. فهستاذن حضراتكم كابتن سلعاوي لو يعني تستعرض مع الساده المشاهدين ال 12 لاعيبه اللي هيكونوا النهارده قائمه النادي الاهلي في مباراه اليوم. اتفضل. طبعا النادي الاهلي القائمه بتاعته 16 لاعيبه. نعم. في اربعه لازم يخرجوا في كل جيم، ففي عمليه تبادل وتوفيق بيعملها طارق في جميع المباريات. نعم. نمره 2 جانا الالفي، ودي طبعا لعيبه ناشئه من 18 سنه، وبصراحه يعني ليفل تاني، او اقول لك مستوى ما شاء الله عليه وربنا يحفظه. رنا نبيل، ميرال اشرف. ميرال اشرف طبعا احنا في الاول ما يعني من اهم المكاسب اللي النادي الاهلي استطاع ان يحصل عليها السنه دي. نادين السلعاوي، سرايا محمد، ندى نافع، مرسال بره التشكيل عشان مصابه زي ما احنا قلنا، ربنا يشفيها. دينا عمرو كابتن الفرقه، نرمين ايمن بره، رضوى محمد بره، فريده وائل، رنيم الجداوي، نهى شتا الامريكيه، جيمي، هاله مصطفى، حبيبه محمد حسن، جايده خالد. جايده هتكون بره التشكيل. بره التشكيل. بس هي لعيبه ناشئه جميله. لعيبه ناشئه كويسه جدا، ممتازة. وهي ونرمين وطبعا ندى خارجه عشان الاصابه، ورضوى ممكن تكون الاراحه او التبديل زي. طيب نستعرض بسرعه كده يا كابتن معاك الجهاز الفني النادي الاهلي برضه يا كابتن سلعاوي قبل ما اروح لكابتن اسلام في تشكيل نادي هليوبلس. اتفضل يا كابتن سلعاوي. طارق خيري مدير فني، كريم محمد مدرب عام، علياء محمود مدرب مساعد، ماجد فوزي مدير اداري، مشيره عبد العليم اداري الفريق، اكرم السبكي مخطط الاحمال، اكرم الشرباجي محلل تقني، الدكتوره ياسمين علاج طبيعي، الدكتوره مي القاضي معد نفسي، الدكتوره مروه الحسيني طبيب الفريق. اللي زاد على المره دي هو الدكتوره مي القاضي. مي القاضي معد نفسي، وكانت معانا ضيفتنا في ودي طبعا كان ليها دور كبير جدا 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 فيما هو عليه الفريق الاهلي. صحيح. كابتن اسلام يمكن نجي لحضرتك تشكيل هليوبلس، استاذن حضرتك بس نستعرضه مع الساده المشاهدين. اتفضل يا كابتن اسلام. نبدا بالجهاز الفني ولا اللعيبه؟ يعني ابتدي باللاعبات الاول وبعدين اللاعبات. فرح خالد، تماره كريم، ليلى سامح، صفاء حافظ، يسرى اشرف، فريده علي، ساره خالد، شاذ عبد الحكيم، فريده مدحت، من نطلع محمد، نوره حسن، من نطلع عاطف. طبعا دي لقطات من ارض الملعب، خلاص لحظات وانطلق المباراه. كابتن يمكن غياب محترفه في هليوبلس صح؟ مش كده؟ مفيش معاهمش محترفه، ويعني طبعا هم ربنا بقى معاهم في الدوري السوبر، لان في المنطقه يعني ست فرق اللي بينافسوا في دوري السوبر، فرق كتير بتنافس وفيهم فرق اسكندريه وماتشات هتبقى كتير. طب كابتن اسلام ممكن استعرض برضو عشان ايه الوقت الجهاز الفني. كابتن ايهاب الالف طبعا مدير فني، نادي هليوبلس، مدير فني منتخب مصر، محمد البرنس مدرب عام، كابتن محمد حمدي مدرب مساعد، كابتن وليد نجيب الاداري مدير اداري، كابتن محمد صفت مخطط احمال، دكتوره جيرمين عوني العلاج الطبيعي. نعم. والنهارده ما اقدرش يعني يفوت الاستوديو من غير ما اشكر منطقه القاهره برئاسه الكابتن شريف سليمان او دكتور شريف سليمان الحقيقه، ومجلس ادارته بالكامل، اللي النهارده سمح لنا يعني كقناه النادي الاهلي ان احنا ننقل المباراه. بنشكرهم شكرا جزيلا، لانه يعني هو ده الفكر، وهو ده يعني بنشر اللعبه ووضع الضوء على بطوله هامه زي كده بيتبذل فيها مجهود ويتبذل فيها وقت وجهد. فاحنا بنشكر الحقيقه منطقه القاهره برئاسه الدكتور شريف سليمان الحقيقه انه اتاح لنا هذه الفرصه، واتمنى التوفيق للمنطقه يعني في نشر اللعبه والعمل عليه، لان منطقه القاهره هي اكبر منطقه يعني من مناطق كره السله في منطقه القاهره، في منطقه الجيزه برئاسه طبعا كابتن يحيى زكريا، يعني في مناطق كثيره، ولكن القاهره بحكم انها العاصمه هي اكثر الانديه المشاركه بيكون في منطقه القاهره. وزي ما حضراتكم شايفين هذه الصوره من ارض الملعب هليوبلس والاهلي او الاهلي وهليوبلس منطقه القاهره. طيب خلاص لحظات، خلينا نطير لارض الملعب بالصاله رقم 4 باستاد القاهره ومعلقنا الكابتن احمد منال، نقل احداث المباراه الاهلي وهليوبلس في المباراه الختاميه بمنطقه القاهره موسم 2022 فالى هناك. اهلا بحضراتكم من جديد والف مبروك وشكرا معلقنا الكابتن احمد مناع. اذا ثاني بطولات فريق كره السله سيدات هذا الموسم، بطوله القاهره موسم 2022
واستطاع الفريق الحفاظ على اللقب. ارجع لضيوفي كابتن اسلام مبروك، كابتن سلعاوي مبروك. الله يبارك فيك. يمكن الثالث والرابع شاهد تحول زي ما حضرتك قلت يا كابتن سلعاوي، خاصه في الهجوم السريع او الفاست بريك يا كابتن سلعاوي. احنا عايزين نقول مبروك النادي الاهلي، هارد لك نادي لوبلس، ادى جيم محترم جدا جدا، جيم كويس، لكن الدفاع الجيد بالنسبه لفرقتنا في الشوط الثالث زي ما توقعنا والشوط الرابع، زاد الدفاع الضاغط، زاد ان هم طبعا الثقه اللي كانت عندهم اتقلبت لخوف. نعم. بدا يخافوا من المباراه انها بدا يلاقوا يخافوا ان المباراه ترى، فظهر التعاون بينهم، بدات الخطوط تبقى منتظمه، بدا في استحواذ على الكور، ظهرت نادين وهاله وميرال وسرايا في ورانيم في الشوط الثالث والرابع، الدفاع ضاغط من اول ملعب جاب نتيجه، وقعوهم في 8 ثواني وقعوهم في اخطاء في اخطاء. عايز اقول كمان ان بدا في تركيز في التسويبات من خارج المنطقه، مش زي الشوط الاول زي ما كنت توقعنا يعني. طبعا اعتقد ان المباراه دي هتبقى بدايه حلوه او مبشره، ان احنا عندنا مباراه كمان 12 يوم، كمان 10 ايام. نعم. السبت اللي جاي سوبر مع نادي سبورتنج في صاله الدكتور حسن مصطفى، ودي مباراه مهمه جدا، وان شاء الله هتبقى الثالثه وتدخل خزينه النادي. هليوبلس قدم مباراه جيده. نعم. يعني يمكن دي من احسن مبارياته، ظل متفوقا الى نهايه الكوارتر الثالث. لغايه الكوارتر الثالث، وطبعا بدون اجنبي وبدون اجنبيه، واعتقد انه يعني احنا الحقيقه بنحيي جهاز الفني واللاعبين بامانه على ادوا جيم كويس جدا. ادوا جيم كويس، لكن النادي الاهلي قدر يرجع لحالته الطبيعيه وقدر يرجع للمستوى المعهود. نعم. اشكرك كابتن سلعاوي. وكابتن اسلام، والله فنيا ممكن نتكلم على بدايه الكوارتر الثالث. نادي هليوبلس كمل في الزون 2-3، بس كابتن طارق خيري والفرقه ما بقوش مفرطين قوي في الثلاثه بونت زي ما كانوا عاملين في الكوارتر الاول والثاني. ما فيش غير ثلاثه واحده بس نادين سلعاوي شاطتها وجابتها. اللعب كله زي ما كنا حابين احنا وكابتن سلعاوي بنتكلم في بين الشوطين، ان يبقى فيه هاي لو والكره تمشي كتير، وده اللي حصل. لاحظنا رغم ان الفرق وصل 12 بونت لهليوبلس في نص الكوارتر الثالث، انما قدروا بالدفاع الضاغط والريباوند اللي كنا بنتحايل عليهم يعملوه في اول كوارترين، نجحوا في الثالث ان هم يرجعوا بالكامباك، وخلص الكوارتر الثالث بونت للاهلي. وده نجاح لفرقه الاهلي بقياده كابتن طارق والبنات، ان رغم ان السكور وصل 12 بونت لهليوبلس، انما خلص الكوارتر بونت للاهلي. نعم. فده نتيجة ان هم زي ما كابتن سلعاوي قال كده، ايه الثقة اللي كانت في الأول قلبت بقى ايه قلق في الوقت اللي هليوبلس لعب بقوة ولعب مش ما عندوش ضغوط. هليوبلس يعني لعب ال 40 دقيقة بتيمبو واحد وريتم واحد وبأدي بشكل كويس جدا جدا، وبنحييهم عملوا مباراة هايلة. ولكن التحول هو حاصل جوه فرقة الأهلي مش في هليوبلس. هليوبلس قدم بشكل كويس من الأول للآخر. التحول حاصل في فرقة الأهلي، الأجريسيف ديفنس اللي حصل، الريباوند، الجري كويس، عدم الإفراط في الثري بوينت شوت اللي كنا بنتكلم فيهم، وفضلوا بقى لما ركبوا بقى في الكوارتر الرابع فضلوا راكبين لحد الآخر، وده اللي احنا كنا متمناه. خليني أقول يا كابتن برضه، احنا بنحيي من هنا طبعا من الاستوديو التحليلي جمهور النادي الأهلي الحقيقة اللي حضر النهاردة المباراة واللي شجع ولم ينقطع يعني لحظة عن التشجيع في وقت طبعا زي ما حضراتكم عارفين في هذه الأثناء مباراة كأس العالم قبل النهائي المغرب وفرنسا، ولكن جمهور النادي الاهلي اثر ان هو يجي يأزر الفرقه ويشجعها. لا هو نقطه تحول طبعا، يعني هو برضه نقطه تحول مهم جدا. فطبعا بنحيي جمهور النادي الاهلي العريض طبعا اللي كان موجود في الملعب، بنشكره شكرا جزيلا. خلينا نروح لارض الملعب ولقاءات ما بعد المباراه وزميلنا محمد توفيق. اتفضل يا محمد. تحياتي ليك كابتن هيثم، الف مبروك لحضرتك لضيوفك الكرام لكل جماهير النادي الاهلي في كل مكان، وبطوله جديده بتخش دلوقتي بطولات النادي الاهلي وبطوله منطقه القاهره لكره السله انسات الممتاز الف، يعني الف مبروك الفوز، مباراه كبيره. معانا بقى نجوم المباراه نادين السلعاوي. يعني نادين الف مبروك، المباراه يمكن كان في سوء توفيق كبير جدا في الكوارتر الثاني، ولكن الحمد لله قدرتوا ترجعوا واعتقد فرقتوا كمان في النهايه. الف الحمد لله يعني على الفوز. اولا عايز اسلم على بابا في الاستوديو، وثانيا احنا يعني ده كان طبيعي سواء كان في ارهاق، احنا بقى لنا 4 ايام بنلعب مع بعض يعني ورا بعض، وكمان يعني بنلعب مجهود ماتشات كويسه وماتشات جامده. الحمد لله قدرنا نجمع نفسنا في الكوارتر الثالث وقعدنا نعوض، وقدرنا يعني نظهر بالمنظر اللي احنا نظهر بيه، واكيد لسه عندنا احسن بكتير قوي من النهارده. يعني
كده تايم اوت كابتن طارق طلبه، كنتوا بتتكلموا في ايه؟ خاصه ان كان في سوء توفيق كبير جدا في اكتر من كوره. هو كان في فعلا سوء توفيق زي ما حضرتك قلت، احنا كان تركيزنا اكتر مع الديفنس، اللي احنا الديفنس اللي هيخلينا ممكن نجري، ممكن نعرف نحط باسكت سهله، هيخلينا نجيب نفسنا في الاوفنس ويخلينا يدينا ثقه اللي احنا نلعب اوفنس ونجيب الباسكت. الحمد لله قدرنا ننفذ يعني البلان دي بتاعه الكوتش، والحمد لله يعني ربنا قدرنا وحصلنا الفوز. جمهور الاهلي النهارده اللي كان موجود في الصاله وكل جماهير النادي الاهلي بيسالكم في كل مكان، تقولوا ايه؟ شكرا جدا لجماهير الاهلي، والله يعني احلى 40 دقيقه يعني كانوا موجودين فيهم معانا، هم اللي شجعونا ويعني واحنا نوعدهم بكل بطولات السنه دي ان شاء الله. شكرا ومستنيين الصور ان شاء الله يوم 24 ان شاء الله. مكملين مع حضرتك كابتن هيثم ومتضامنين، واحده من نجمات الفريق النهارده واللي فرقوا بشكل كبير جدا رنيم الجداوي، الف مبروك الفوز. مباراه كانت صعبه عصيبه في بعض الاوقات، ولكن الحمد لله قدرتوا تحسموها في النهايه وتحسموا بطوله مهمه جدا. الله يبارك في حضرتك. الحمد لله المباراه كانت في الاول طبعا زي ما كنا شايفين كانت مقفله شويه، احنا ما كناش مركزين، كنا متسرعين، بس الحمد لله في الهاف تايم كابتن طارق اتكلم معانا وكده واشدنا، والحمد لله نزلنا الثالث والرابع كسرنا الدنيا الحمد لله. اجهاد ومشاركه مع المنتخب واكثر من لعيبه كانتش موجوده، لكن الحمد لله كلكم كنتوا على قدر المسؤوليه، واعتقد النهارده مباراه كبيره جدا. دي حقيقه، كان في احنا اربعه كنا في المنتخب وكده، فالحمد لله ان احنا قدرنا ان احنا ناخد البطوله دي، وان شاء الله نستعد بقى لبطوله السوبر ان شاء الله يوم 24 باذن الله. الف مبروك ومستنيين السوبر زي ما قلت يوم 24. الله يبارك في حضرتك، ميرسي جدا ان شاء الله. مكملين كابتن هيثم، من ضمننا واحده من نجمات الفريق سوريا محمد، الاول الحمد لله على السلامه، الف مبروك الفوز، الف مبروك البطوله، يعني تقولي ايه بعد فتره الغياب دي، وتقولي الجمهور الاهلي الكبير اللي كان موجود النهارده؟ والله عايزه اقول مبروك للفرقه ومبروك للجهاز الفني والجمهور، دي تاني بطوله لينا السنه دي، والحمد لله قدرنا ان احنا نكسب بعد ما كنا متاخرين في الكوارتر الثاني، وبصراحه دعم الجمهور وتشجيعهم لينا هو اللي رجعنا للماتش تاني، واحنا بنتمنى وجود الجمهور دايما عشان نفرحهم، وعايزين الجمهور بصراحه يبقى معانا على طول. يوم 24 ان شاء الله ماتش السوبر، خلاص بطوله وعدت ان شاء الله ماتش سوبر مع سبورتنج، عايزين وجود الجمهور عشان نفرحهم زي ما احنا معودينهم. يعني شلبة وكابتن طارق كمان في اكتر من تايم اوت كنتوا بتتكلموا في ايه؟ خاصه كان في سوء توفيق قوي في اخر الكوارتر الثاني واول الكوارتر، اول الكوارتر الثاني واخر الكوارتر الثالث كمان. والله احنا كلنا اتكلمنا ان احنا عايزين ندافع كويس، واحنا لو دفعنا كويس هو ده اللي خلينا نكسب، وده اللي حصل فعلا في الثالث والرابع، قدرنا ان احنا ندافع كويس، جرينا على هليوبلس، هليوبلس طبعا فريق محترم عامل ماتشات هايله، وكان ند قوي بصراحه معانا لحد اخر دقيقه، والماتش ما كانش سهل خالص، وكمان وسط وجود الجماهير ده كان ضغط وحافز لينا ان احنا عايزين نكسب فرق سكور، وده فعلا اللي حصل، اتكلمنا مع بعض ان احنا لازم ندافع، والحمد لله دلوقتي كسبنا البطوله، وانا مبسوطه جدا من الفرقه بصراحه. معاكم 10 ايام ان شاء الله قبل بطوله السوبر، شايفه بطوله السوبر زي بتقول الجمهور النادي الاهلي ايه عن بطوله السوبر؟ والله ماتش السوبر طبعا هي ماتش ببطوله، ده يمكن هو ده صعوبته، ان ماتش السوبر والكاس بيبقى النظام صعب قوي، ان هو بيبقى ماتش ببطوله. عايزه اقول للجمهور مبروك على بطوله النهارده، مبروك على بطوله المرتبط، وبتمنى تواجد الجمهور اكتر من كده، ويكونوا موجودين معانا ان شاء الله في ماتش السوبر ان شاء الله. شكرا سرايا، ومسلمتكم بطوله السوبر، ودايما يسلمكم كل البطولات. الله يبارك فيك، ميرسي، شكرا. كابتن هيثم، دي لقاءاتنا مع نجمات النادي الاهلي عقب الانتهاء المباراه وعقب تتويج النادي الاهلي ببطوله منطقه قرار كره السله، مكملين مع حضراتكم مزيد من اللقاءات. كلمه حضرتك اتفضل كابتن هيثم. محمد توفيق بشكرك شكرا جزيلا، اكيد الفرحه كويسه، وتاني بطولات هذا الموسم، يمكن ان شاء الله زي ما حضراتكم عرفتم بعد 10 ايام عندنا البطوله الثالثه لهذا الفريق، وايضا الرجال في مباراه السوبر المصري، الاهلي والاتحاد في الرجال والاهلي وسبورتنج في السيدات. كابتن سلعاوي واضح ان انت كنت معاهم طبعا، نادين وجهت التحية لحضرتك يعني في اللقاء مع محمد توفيق، وزي ما بيقول بنت الوز عوامه كابتن. الله يخليك كابتن هيثم، هدافه برضو زيك يا كابتن، هدافه لوس انجلوس حضرتك يعني، فنادين طلع لك هدافه ما شاء الله، ما شاء الله ربنا يحفظها ويبارك فيها كلها. فطبعا اللي عايز اقوله انه نفس الكلام اللي حضرتك قلته، هي اللعيبات قالوا دفاع ثم الدفاع ثم الدفاع، هو دفاع الكره السله، هي الدفاع تدافع كويس هتكسب، هي احنا بنقول الدفاع قوه في ايه، بنلعب واحد على واحد مين الاقوى. صحيح. برضه احنا عايزين بخلاف الكلام اللي قاله كابتن سلام واللي انا قلته، برضه كابتن طارق بذل مجهود كبير في طبعا، ويعني وهو ابن من ابناء النادي، زائد الجهاز المعاون، انا اعتقد الجهاز المعاون برضه ما ننسهوش، يعني كلهم تعبوا في حدود مسؤولياتهم واختصاصاتهم، وحتى الجهاز الطبي، واحنا بنشكرهم وبنشكر الجمهور، ان هو الجمهور طبعا ده لسه ان شاء الله ماتش السوبر زي ما اللاعبات وجهت نداء للجمهور انه يكون متواجد، خاصه ان هيبقى الماتش بجمهور زي مباراه المرتبط، هيكون حجز برضه على موقع بخلاف طبعا الدعم اللي هم بياخدوه من مجلس اداره من نشاط رياضي. بس الحقيقه النهارده برضه يعني في لفته يعني جيده جدا من معالي الوزير العام فاروق، وهو حضوره المباراه ومشاهدته ليها في الوقت اللي طبعا مباراه المغرب قبل نهائي كاس العالم، ولكن كابتن عمرو معروف ان هو اهلاوي صميم، وانه ما يقدرش يسيب النشاط ابدا للنادي الاهلي ما يكونش متواجد فيه. يمكن وجود النهارده كابتن عمرو يا كابتن اسلام
يعني كنائب رئيس النادي الاهلي في هذا الحدث اكيد حاجه ليها اشاره، ليها مغزى ان النادي الاهلي فوق كل شيء والنادي الاهلي هو الاساس، وجوده النهارده هي دي الرساله. مش جديد على كابتن عمرو فاروق، ولا دي اول ولا اخر مره، طول عمره داعم للنادي الاهلي بشكل عام وللباسكت بشكل خاص. كابتن عمرو فاروق جوه النادي الاهلي من هو عضو مجلس اداره تحت السن، يعني بنتكلم في حاجه يعني ما شاء الله ربنا يديه الصحه فوق 30 سنه، وطول عمره ورا الباسكت تحديدا زي ما قلت، وكلنا حاسين بده وعارفين باهميته ورانا، وطبعا يشكر لوجوده ويفضل ورانا على طول ان شاء الله دايما. وزي ما بنتكلم ان كمان 10 ايام في بطوله مهمه جدا جدا، بطوله السوبر مع سبورتنج، اللعيبه كلها كانت بتتكلم اللي عملت لقاءات في نقطه مهمه جدا وانا عايز اتكلم فيها، موضوع الجمهور. اتفضل. موضوع الجمهور، انا وجهه نظري موضوع الجمهور ده، الجمهور ده عنصر مهم جدا 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 في اللعبه، زيه زي اللعيب، زيه زي المدرب، زيه زي الحكم. ليه بقى؟ عنصر مهم في اللعبه. انت تخيل مباراه كره سله بتتلعب بدون جمهور، كانك بتتفرج على فيلم حلو من غير صوت. انت في عزا، انت مش في ملعب باسكت، انت مش في رياضه، الرياضه ما ينفعش من غير جمهور. ما بالك بقى لو جمهور النادي الاهلي كمان. ما هو دي بقى دي النقطه اللي بنتكلم فيها، جمهور النادي الاهلي اكتر عدد مشجعين رياضه في مصر وفي الوطن العربي. فازاي انا ما بقاش يعني ما بقاش مستغل دي؟ يعني في نفس الجمهور بدا يرجع واحده واحده، يعني ماتشات المرتبط الاعداد بتزيد، الاعداد بتزيد، يعني ماتش المرتبط كان فيه حضور جماهيري لسه زي زمان يا كابتن هيثم. انا وانت لاعبين سنين طويله في الجمهور، كنا بنلعب في صاله واحد مش صاله اربعه، صاله واحد ومليانه 25000 كانوا موجودين، متعه غير طبيعيه وداعم قوي جدا جدا للفرقه. طيب كابتن خلينا استاذنك ونروح ارض الملعب ولقاء مع مريم سميح مراسلتنا من ارض الملعب، ولقاء مهم مع كابتن طارق خيري المدير الفني وصاحب طبعا الانجاز الكبير النهارده، بطولتين دخلوا النادي. اتفضل يا مريم. برحب بيك يا كابتن هيثم، برحب بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، وطبعا برحب بضيوفك الكرام كابتن اسلام علي وكابتن محمد سلعاوي، وطبعا الف مبروك لكل جمهور النادي الاهلي تتويج سيدات سله الاهلي ببطوله منطقه القاهره. وطبعا ما ينفعش يكون معايا دلوقتي غير كابتن طارق خيري المدير الفني لسيدات سله الاهلي، واللي انا عايزه اقول طبعا النهارده العيد عيدين، امبارح كان عيد ميلاد كابتن طارق والنهارده بيتوج ببطوله منطقه القاهره تاني بطوله في هذا الموسم. كابتن طارق طبعا مرحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي، الف مبروك، كل سنه وانت طيب وعقبال مليون سنه، ودي اكيد اكبر هديه لعيد ميلادك النهارده. اولا انا متشكر ليكوا او وجودكم معانا، وكل سنه وانت طيبه، وعيد ميلاد تالت دينا النهارده عيد ميلادها كابتن فرقه. الحمد لله رب العالمين، ده يعني احنا بنشتغل عشان نسعد الجمهور والناس اللي في مجلس الاداره والنشاط الرياضي اللي بيتعبوا معانا، وبقى ده دورنا النهارده. زي ما انت شفتي عدم توفيق غير طبيعي، اذا كان في الديفنس، اذا كان في النسب، اذا كان في الريدنج، وده معدن الولاد عندنا، او لما حسوا ان انا ما اعرفش ايه سبب الحاله، بس الثالث والرابع عملوا جود ديفنس وجود ران جود ريدنج، الحمد لله رب العالمين قدروا يتوجوا. لان انا متفق معاهم ان احنا عايزين الموسم ده على قد ما نقدر ان احنا بدون خساره، يعني نكسب ان شاء الله كل حاجه وبدون كمان خساره، الحمد لله رب العالمين. كابتن طارق، كان في مفاجاه بالنسبه لاداء هليوبلس النهارده، بس احنا قدرنا ان احنا نعمل كومباك الحمد لله، وقدرنا ان احنا نسيطر على الماتش في التو كوارترز الاخرانيين النهارده. الحقيقه انا كنت عارفه ان حضرتك كان في نوع من الاجهاد للاعبات، ولكن برده على الرغم من الاجهاد ده برده انت قدرت ان انت تسيطر على الماتش. كنت شايفه توترك، كنت شايفه تعب الاعصاب، ولكن الحمد لله انتهت بالفوز. هتكلم على هليوبلس الاول، هي مش مفاجاه، هي فرقه محترمه قوي، اللعيبه اللي فيها عندهم خبرات زي اللي عندي وجايز اكتر، معاهم اهاب بيشتغل كويس معاهم، عندهم تارجت ان هو عايز يكسب عشان ياخد ثالث، فعنده تارجت. انا لو لا قدر الله كنت خسرت عندي ماتش مباراه فاصله بكره، يعني عندي اثنين اوبشن. اثنين، اي مدرب بيتعصب على شغله، ان انا مثلا بندي حاجه في ال 1 ان 1 او في ال 2 ان 2 او في التيم ديفنس او في الترانزيشن ديفنس وما بتتعملش، انت بتتعصبي، بنقول اضغط اللعيب يلعب ساك شويه، فتلاقي نفسك بتتعصبي مع الشغل ده. الحلقه كمان في الشوط الاولاني اذا كان النسب من اوت سايد او حتى من تحت الباسكت الكره ما بتخشش، فكمان في عدم توفيق. فالحمد لله ان هم يعني مش عايز اقول حاجه فنيه، احنا خرجت كل الطوال، فلعبت بالبوفوتات الخفاف، هاله مثلا وميرال والسرايا والسلعاوي وفريده كلهم جردات، هو ده كان الريسك الاخير او الكارت الاخير، اللي انا العب بخمسه قصيرين فاعرف اضغط، وبالتالي لو عملت ستيل او جريد اقدر اجري. احنا لعبنا ان هليوبلس بقى له اربع ماتشات بيلعب بعدد قليل، فهو عنده اجهاد، يعني لو احنا كنا خلاص هنعلى ما
وده اللي حصل. ممكن الموضوع عنده يبدا يقف او يبدا تجري انت عليه، والحمد لله كنا موفقين في ده. كابتن طارق، كانت بطوله منطقه القاهره اعداد قوي زي ما حضرتك طبعا شايف لدوري السوبر، ويل السوبر خلاص اقل من 10 ايام بتفصلك عن بطوله، وبعديها اقل من اسبوع بيفصلك عن بطوله اخرى. تحضيرات بقى الفتره اللي جايه ازاي؟ زي اي حاجه، احنا واخدين خميس وجمعه راحه من الثلاث، اللي عنده اصابه بيتعالج منها يتمرن خفيف، الباقي هنبدا نراجع، لان انا زي ما اتكلمنا قبل الماتش انا من ساعه الدوري المرتبط اللعيبه راحت منتخب واللعيبه مصابه، ما لعبتش كتير قوي 5 على 5 في التمرين، ففي حاجات برضو البنات ممكن تنسى، ممكن مش زي الولاد ممكن ابقى فوكس على طول، انما احنا يومين اجازه وهنتمرن من السبت ان شاء الله تجهيز لماتش. يعني الفتره اللي جايه كلها سبورتنج بس، اذا كان ميتنج، اذا كان ميتنج فيديو، اذا كان دريلز جوه التمرين، كله سبورتنج فقط. اخيرا يا كابتن طارق، رساله للجمهور، شفنا النهارده يعني يمكن حضورهم كان ليه عامل قوي جدا على الكومباك اللي حصل للفرقه، وانت كان بينك وبينهم تحيه خاصه، رساله توجهها لجمهور النادي الاهلي النهارده بعد كل يعني التشجيع اللي عمله النهارده مع الفريق. قلبي ليهم، احنا بنلعب وبنمرن عشانهم، هم دايما حتى النادي بادارته بنشاط، احنا بنشتغل علشان نسعد الجمهور، ده نمره واحد، بنفرح ان هم موجودين. انا اكتر واحد سعيد بيهم، لان من وانا ماسك الولاد كان دايما في بينهم هات وخد، من ساعه ما مرنت في البنات العلاقه بقت جميله، انا اكتر واحد سعيد ان انا العلاقه بدات تبقى حلوه، وبشكرهم ان هم بيحضروا برضو، الموضوع بيبقى تايم طويل عليهم واجهاد، واي حاجه احنا بنعملها والله العظيم عشانهم، يعني احنا سعداء ان هم بيبقوا مبسوطين. مبروك يا كابتن طارق، نورتنا وشرفتنا على شاشه نادي الاهلي. الله يبارك لك، وما نسينا بقى نسلم على هيثم وكابتن هيثم وكابتن سلاوي وكابتن اسلام، تحياتي ليهم. الف مبروك لي. شكرا. ده طبعا كان لقائنا مع كابتن طارق خيري المدير الفني لسيدات سله الاهلي عقب التتويج ببطوله منطقه القاهره، تاني بطوله طبعا اكيد بنتمنى ان يتم التوفيق خلال الفتره المقبله او خلال الاسابيع المقبله في دوري السوبر وكمان في بطوله السوبر، زي ما احنا طبعا يعني شاهدنا معاكم كابتن طارق كان ليه دور كبير جدا في النهارده في مباراه اليوم، واكيد وجه رساله خاصه للجمهور، واكيد طبعا كان شايف ان في عدم توفيق في البدايه، ولكن الحقيقه ان هو قدر يسيطر على المباراه في النهايه، وقدر ان هو يعمل كومباك طبعا بلاعبات سيدات سله الاهلي. طبعا يعني العوده ليك مره اخرى يا كابتن هيثم، واكيد مستمرين معاكم في لقاءاتنا النهارده. مريم سميح من ارض الملعب، بشكرك شكرا جزيلا. ويمكن كابتن طارق خيري لما بتفرج عليه بفتكر الايام والمباريات، هو راجل يعني الحقيقه بيخدم النادي الاهلي من اي مكان، كان مدير فني الفريق الكبير، الرجال طبعا الفريق الاول، وايضا السيدات اي مكان بيحتاجوا فيه النادي الاهلي فطارق خيري موجود، ومش طارق خيري بس، ومؤمن ومحمد ولاده ما شاء الله ربنا يكرمهم ماشيين بشكل جيد. اعزائي المشاهدين نطلع لفاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل تغطياتنا المستمره لفوز النادي الاهلي ببطوله القاهره 2022، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، وتاني طبعا بكرر شكري لمنطقه القاهره بقياده الكابتن شريف سليمان، كابتن طبعا نادي الجزيره ومنتخب مصر السابق، والحقيقه يعني على التنظيم الجيد للبطوله، وان هم اصروا انها تتلعب في هذا التوقيت وخرجت بالشكل الجيد ده، وفي نفس الوقت بنشكرهم كمان ان هم سمحوا لقناه النادي الاهلي ان احنا نذيع وننقل المباراه لحضراتكم على الهواء، اكيد الشكر موصول للمنطقه. خلينا نروح لارض الملعب مره اخرى وزميلنا محمد توفيق، واستكمال للقاءات ما بعد الفوز، فضل محمد. من جديد كابتن هيثم، وطبعا زي ما حضرتك قلت الفرحه جميله، وفوز جديد وبطوله جديده بتضاف لفريق انسات السله بالنادي الاهلي وبطوله منطقه القاهره، ومعايا اثنين من نجمات الفريق، يعني هاله شعراوي الف مبروك الفوز، والكاس في ايدك، يعني تقول لنا شعورك النهارده بعد مباراه صعبه زي دي. الحمد لله رب العالمين، يعني المباراه كانت صعبه جدا بس الحمد لله قدرنا نفوز بيها في الاخر. كان في سوء توفيق سواء في اخر الكوارتر الثاني او اول الكوارتر الثالث، تعاملتوا معاه ازاي يا كابتن طارق؟ قالكم ايه؟ في الهاف تايم هو قال لنا الحاجات اللي احنا كنا بنعملها غلط، والحمد لله صلحناها يعني، بس في الشوط الثاني. جمهور الاهلي النهارده اللي كان داعم لكم من اول دقيقه، تقولوا له ايه كان شعوركم وانتم بتلعبوا قدام الجمهور ده كله؟ ما فيش شعور يوصف والله، وان شاء الله ان شاء الله على مجهودك ده نفرحكم بكل البطولات. 10 ايام وعندنا بطوله السوبر بقى، شايفينها ازاي وتساعدوا ازاي خلال 10 ايام؟ ان شاء الله هنبتدي تمارين من يوم السبت، ننسى بقى اللي فات وان شاء الله نكسبها برضه. شكرا ومستني البطوله ان شاء الله يوم 24. مكملين كابتن هيثم، ضمننا واحده من نجمات الفريق جنى الالفي. جنى الف مبروك البطوله. يعني قبل ما اسالك بقى على البطوله كل حاجه، مواجهه بابا النهارده وصفها لي في الملعب. لا طبعا بابا في ده في البيت، يعني احنا هنا بنلعب، لكن انا بلعب اللعيبه مش بلعب بابايا، فنزلت الحمد لله عملت اللي عليا، فبس الحمد لله كسبنا، يعني دي اهم حاجه.
المباراه يمكن احداثها كانت الاول الكوارتر الاول كنا متوافقين فيه، كان في سوء توفيق شويه، ما كناش موفقين في الكوارتر الثاني واول الكوارتر الثالث. تعاملتوا معاه ازاي وكابتن طارق اتكلم معاكم في ايه؟ طبعا زي ما هي قالت، هو كوتش في الهاف تايم قال لنا الغلطات بتاعتنا، واحنا طبعا نزلنا مركزين الكوارتر الثالث والرابع، وقلنا خلاص بقى دي البطوله، مش عايزين حتى نلعب ماتش بكره، يعني يبقى في ماتش فيصل بكره. فبس احنا نزلنا كلنا كنا رجاله الحمد لله، والحمد لله ربنا وفقنا وكسبنا. 10 ايام وعندنا مباراه صعبه امام سبورتنج وبطوله السوبر، شايفه المباراه ازاي هتساعدونا ازاي خلال الفتره الجايه؟ طبعا المباراه مهمه جدا، ودي طبعا كمان بطوله ان شاء الله تبقى في النادي الاهلي ان شاء الله يعني. فزي ما هي قالت احنا هنبتدي ان شاء الله تمارين من يوم السبت، واحنا جاهزين ان شاء الله بنبتدي نازلين مركزين يعني من يوم السبت ان شاء الله. شكرا يا جنى، ودايما موافقين باذن الله. شكرا، ربنا يخلي حضرتك. كابتن هيثم، دي كانت لقاءاتنا مع نجمات النادي الاهلي، الف مبروك الفوز لحضرتك وضيوفك الكرام وكل جماهير النادي الاهلي في كل مكان، ويا رب دايما النادي الاهلي في انتصارات وبطولات. كان مع حضرتك مستمرين في مزيد من اللقاءات باذن الله. محمد توفيق من ارض الملعب، بشكرك شكرا جزيلا. الحقيقه انت ومريم النهارده عاملين شغل كبير، بشكركم شكرا جزيلا على مجهودكم في الملعب، وكل الطاقم الحقيقه اللي كان في الملعب بنشكرهم. اعزائي المشاهدين نطلع لفاصل ونرجع عشان نكمل كلامنا مع ضيوفنا، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، والف مليون مبروك، اكيد الفوز جوه النادي الاهلي بيفرحنا كتير. خلينا نروح لارض الملعب مره اخرى ومريم سميح ولقاء مع كابتن الفريق دينا عمرو. اتفضلي يا مريم. لسه طبعا مستمرين معاك يا كابتن هيثم مع كل جمهور النادي الاهلي، واحتفالنا لسه مستمر على شاشه قناه النادي الاهلي. ودلوقتي طبعا عقب التتويج ببطوله منطقه القاهره، طبعا كابتن طارق خيري بيهني طبعا يعني ضيفتي دلوقتي كابتن دينا عمرو كابتن الفريق. عيد ميلادها خلاص يعني كمان ساعتين، والنهارده الاحتفال احتفال من نوع خاص طبعا، احتفالها بعيد ميلادها والاحتفال بتتويج سيدات ساله الاهلي ببطوله منطقه القاهره. كابتن دينا طبعا مرحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي، الف مبروك وكل سنه وانت طيبه وعبال مليون. الله يبارك فيكي وانت طيبه، وكل جمهور النادي الاهلي بصراحه بخير. والله فعلا مفيش احلى من كده مناسبه ان الواحد يحتفل بيها، يعني عيد ميلادي وبطوله المنطقه، وان شاء الله يعني الثلاث بطولات التانيين برضو مركز اول، فرح كل الناس يا رب باذن الله. كابتن دينا النهارده ماتش ما كانش سهل ابدا، هليوبلس كان عامل فارق، شفنا طبعا انه كان في الكوارتر الثاني تحديدا كان في فرق كبير، بس الحمد لله الفريق قدر ان هو يعمل كومباك وتفوزوا ببطوله منطقه القاهره. الحمد لله طبعا، لا فريق هليوبلس واي فرقه ثانيه ليها احترامها وتقديرها كويس قوي، هو احنا الحمد لله فضلنا ماسكين في بعض وواقفين على رجلينا لحد اخر الجيم، والحمد لله احنا عشان ال 12 كلهم زي ان احنا نخلص الجيم كويس لصالحنا، واحنا واخدين عهد كمان ان احنا ان شاء الله السنه دي مفيش بطوله هتطلع بره الاهلي باذن الله يعني يا رب. متوتره جدا النهارده، كان باين عليكي القلق طول الوقت، كنت يعني متابعه لحظه بلحظه عشان الفرقه دي بصراحه تعبت جدا وتستاهل، يعني ربنا يعلم كل واحده سايبه ايه وراها وكل واحده مشغلها كتير، يعني كلنا فعلا سايبين وتعبنا جدا جدا، فعشان كده انا يعني مش عايزه حد يروح زعلان بصراحه، عشان انا بشوف الفرقه دي فعلا بتتعب جدا. بطولات يمكن في ضغط كبير خلال الفترة اللي جاية، عندكم بطولتين يعني ما بينهم أسبوع تحديدا، والنهاردة يا دوب هتلحقوا ترتاحوا بعد كده تحضروا لطبعا بطولة يوم 24. عايز أعرف التحضيرات. هو طبعا أكيد كابتن طارق متوقع يدينا النهاردة وبكرة مثلا، سوري بكرة وبعده مثلا أجازة، وعلى طول لازم نبدأ لأن ماتش السوبر ماتش مش سهل خالص، فريق سبورتنج فريق كبير، هو جاي من بطولة أفريقيا، أكيد معنوياته مرتفعة، فاكيد هيبقى نازل، واكيد برده هيبقى عايز يعوض خساره المرتبط، فهو اكيد ماتش برده هيبقى من نوع خاص، بس باذن الله باذن الله خلاص النهارده هنروح بطوله وانتهت صفحه جديده عشان الجيم الجاي ان شاء الله، وهي بطوله ماتش واحد ان شاء الله نخلصه لينا. كابتن دينا شفنا النهارده احتفال الجمهور بيكم، وشفنا قد ايه انتوا وجهتوا لهم تحيه خاصه، وجودهم بيفرق كمان، احتفلوا بيكي بعيد ميلادك بالتورته، فعايزاكي يعني تقولي لي يعني احساسك النهارده في حضور الجمهور وتشجيعهم الكبير طبعا للفريق. لا بصراحه اول حاجه اصلا هم كانوا السبب الاساسي في ان احنا نرجع لما حصل دروب كده في فتره من الفترات، هم بصراحه كانوا السبب الاساسي، وفعلا فعلا وجودهم فارق من مرتبط ومن اي ماتش، وبصراحه من اصغر ماتش لاكبر ماتش هم بيجوا، وبنوجه لهم بصراحه رساله يوم 24 ان شاء الله ماتش مش سهل، ومحتاجينهم كلهم معانا ان شاء الله. كابتن دينا نورتينا وشرفتينا، سيبك بقى تحتفلي بالتورته كل سنه وانت طيبه مره ثانيه، والف مبروك. شكرا ليكي قوي، شكرا، ميرسي، باي باي.
ده طبعا كان لقائنا مع كابتن دينا عمرو كابتن فريق سيدات سلة الاهلي، واكيد شفنا طبعا يعني وهي كل الجمهور وايضا يعني اكيد زميلاتها في الفرقه بيحتفلوا بيها النهارده احتفال من نوع خاص، يعني خلاص عيد ميلادها كمان ساعات قليله جدا، واكيد يعني ما فيش افضل من كده احتفال باحتفالها بتتويج فريقها ببطوله منطقه القاهره، وان شاء الله زي ما احنا شفنا اكيد نحتفل بيهم اكيد في السوبر وفي دوري السوبر خلال الفتره المقبله. بشكرك جدا كابتن هيثم، الكلمه ليك مره اخرى. مريم سميح بشكرك شكرا جزيلا، وكل سنه طيبه دينا، وكل سنه طيبه كابتن طارق. يعني خلاص الحمد لله الليله عدت بسلام وفاز النادي الاهلي. كابتن سلعاوي يمكن خلاص لحظات على الختام، استاذ حضرتك لو توجه كلمه او كلمه للفريق يعني بشكل عام عن الفرقه وجمهور النادي الاهلي، اتفضل يا كابتن. طبعا احنا اول حاجه لازم نشكر جمهور النادي الاهلي، ده حاجه خارج يعني بصراحه منظر مشرف مشرف مشرف. بنشكر طبعا دعم اللي بتلاقيه الفرقه دي من المجلس الاداره ومن نشاط رياضي كابتن خالد. عايز اقول برضو ان كابتن طارق عامل حاله جيده جدا 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 في الفرقه. نعم. الفرقه فيها قوام مش موجود، يعني قوام الفرقه مش موجود، هو عامل في بينهم حاله والفه غير طبيعيه. جهاز المعاون معاه لازم برضو نديهم حقهم ونقول للناس كل واحد تعب في مجال اختصاصه وكل واحد ليه المساحه اللي بيأدي فيها شغله. بطولة وخلصت، الفرحة حلوة، فرحنا النهاردة الحمد لله، وكان وشنا حلو أنا وكابتن إسلام وخلاص بطولة. إحنا دلوقتي بنركز من بكرة إن شاء الله بنركز في السوبر. السوبر أهم بكتير، لأن السوبر برضو يعتبر من البطولات القيمة بالنسبة. صحيح يا كابتن، صحيح كابتن إسلام، والتوفيق فيما هو قادم إن شاء الله. كابتن إسلام يمكن حضرتك ساهمت بشكل أو بآخر في إنجاز الفريق الكبير ده هذا الموسم، لأن حضرتك كنت ماسك فريق مرتبط وساهمت بشكل كبير في الفوز بهذا الكأس. كلمتين للفرقة وللجمهور ويعني وللاعبات. مبروك لأسرة النادي الأهلي كلها، كرة السلة في النادي الأهلي على الفوز، إن شاء الله ما نوقفش عنده. من حقهم يفرحوا بالبطوله النهارده، لان ماتش برده ما كانش سهل. كسبنا الماتش خلاص، نفرح النهارده ونحتفل بعيد ميلاد دينا وكابتن طارق كل سنه وانتم طيبين. هنلحقها في النادي، هيتبقى صفحه وهنقفلها بعد ما نفرح طبعا ان شاء الله، صفحه ونقفلها. اللي جاي مهم، فاضل ثلاث بطولات محليين لحد ما نشوف موقف افريقيا ايه، او بطوله عربيه، بطوله السوبر والدوري والكاس. ان شاء الله نبارك لهم بالثلاث بطولات ان شاء الله، واكمل انا بقى مع فرقتي منطقه وجمهوريه باذن الله. ربنا يوفقك وان شاء الله تكسب. وبرده كان الكابتن اسلام برده كان مدرب عام في بطوله افريقيا 2016 مع يعني هو بيساهم بس السنه دي، لا هو برده كان مدرب عام مع فرحتنا الدوري والدوري المتاخد والدوري واسلام. نعم. من المدربين المجتهدين جدا، وان شاء الله لهم مستقبل جيد بالنسبه للنادي. وبعدين هو بيشتغل في اي حته بيتم وضعه فيها. نعم. لان يعني بيخلص من الشخصيات المحترمه طبعا. جدا طبعا. يعني طبعا بشكرك كابتن سلعاوي، نورتني وشرفتني النهارده، والف مليون مبروك، ونورت قناه الاهلي يا كابتن. الله يخليك، وده بيتنا واحنا اتنورنا بيك، واحنا بنبقى مبسوطين، بيبقى سهره سعيده جدا معاك ومع الضيف اللي موجود، وبتبقى ليله كلها فرح ان شاء الله. اللي جاي احسن كابتن اسلام، بشكرك شكرا جزيلا. شكرا يا كابتن هيثم، مبروك لينا تاني، واتشرفت بوجودي معاك ومع كابتن سلعوه، وان شاء الله يبقى وشنا دايما حلو على فرق النادي الاهلي. اعزائي المشاهدين، ده كان النهارده جولتنا في استوديو الابطال. الف مليون مبروك لفريق كره السله سيدات، تاني بطولات هذا الموسم، ونتمنى ان شاء الله بعد 10 ايام من الان السوبر المصري رجال وسيدات يكون من نصيب النادي الاهلي. بشكركم شكرا جزيلا لحسن المتابعه، والى جوله جديده مع جولات استوديو الابطال.